الرحمن الرحيم. في البداية فقط بالشكر الجزيل للإذاعات وليس راديو على الحضور ديال الدائم في الشأن المحلي ديال مدينة تيزنيت وديال الإقليم والجهة عموما وعلى الصعيد الوطني، وحتى الإنجازات اللي استطعتها في فترة وجيزة. انتما كما تشوفوا ربما كاين كثير من الجديد في هذا الاسبوع الاخضر، سميناه الاسبوع الاخضر ديال الميكروب ديال مجمع التجنيد. كاين هذا المعارض المتنوعه اللي شفتوه ربما هو جديد ايضا، واللي تقدمت فيه بعض القضايا اللي هي جديده، من بينها مثلا كل جديد، ولكن بينها مثلا هذه الالات الجديده ديال جمع المنتجات اللي عرضتها احدى الشركات المتخصصه في هذا المجال، واللي اثرت الانتباه ديالنا كوفد الرسمي، واللي الان تفكروا لها التجربه هذه يعني ندخلها للمدينه التجنيد، خاصه مع الدول الخارج المغرب استعملت التقنيه هذه، اضافه لهذه الديناميه الان اللي تشهدها المدينه حول قضايا البيئه. خصوصا انا منذ 6 شهور الى 8 اشهر كنت على واحد الشعار كبير ان مدينه تيزنيت مدينه صديقه للبيئه. هذا الشعار كان من الجميع يتحدث عنه، الجمعيات ديال الاحياء، الشباب، الاطفال، النخب، المتخوفات. هذه الديناميه هذه بالنسبه لنا واحد النجاح كبير جدا، جعلنا نتشجعوا اكثر، وجعلنا الان يعني تخططوا ان الحضور ديالنا يكون في لاكوب القمة العالمية للمناخ غادي إن شاء الله تضرب في نوفمبر المقبل، بغينا يكون الحضور ديال تيزنيت حضور وازن، حضور قوي، وحضور سيكون مثير للانتباه، وحنا كنشتغلوا في هذا الأفق إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذا يعني مشكورين طبعا على المجهودات اللي كتقوموا بها في مجلس الجماعي تنظيم مثل هذه التظاهرات، لكن شنو مازال التحديات اللي مازال كتواجهوها وأنتم كتنظموا مثل هذه التظاهرات؟ على كل حال أي تظاهرة فيها التحديات، ولكن مازال حنا حسينا ان الجميع اللي كيتعاون معنا، بالخصوص المجتمع المدني، التعاون ديال المجتمع المدني والتعاون ديال الساكنه كما قلت لك، هذه الديناميه اللي شهدتها مثلا جمعيه ديال الاحياء بالخصوص، والانخراط ديال التعاون ديال الولايات، جميع الانشطه اللي تنظموها تيشجعنا ان مهما كان شويه ديال الاكراه، ديال الاكراه لا تساوي شيئا بالنسبه لنا. إذا ضمنيا جاوبتيني على سؤال آخر اللي بغيت نقول لك، هو يعني بعد هاد 3 أيام على افتتاح الأسبوع أو لو على مرور الأسبوع ومن بعد يعني الجولة اللي كنتو بها في المعرض، كيف كتشوف التيم ديالكم المشاركة ديال مختلف الفعاليات في هاد الأيام اللي هي؟ هو كما قلت سابقا، كان الإنخراط ديال الجمع وهذا أمر مشجع جدا، لأن القضية ديال البيئة كما كنقول أنا دائما كنقول باش نهددوا المجتمع المحلي ولا المجتمع المغربي، ولكن هذا كيتعلق بالصفه ديال الانسان ككل، ولهذا اذا ما استطعناش اننا نربيو الطفل نربيوها على انه يحترم البيئه ويعتبر البيئه صديقه ديالو، يعتبرها جزء من المستقبل ديالو، من الطفل، ولا كما الطفل تنقولوا الاب والام، يعني تنقولوا الاسره، تنقولوا الاسره واحد العدد ديال الاسر تيكونوا الحي، تنقولوا الاحياء، تنقولوا الحي تنتقلوا للمدينه، وهكذا الانتماء اللي لا اكبر من هذا الانتماء الانساني. لأن كما قلت هذا المستقبل الإنسان يقول لا، ولهذا الإنسانية الآن يعقدوا قمم دولية حول موضوع البيئة، لأن هو المستقبل ديال الكون كله. شكرا لك السيد إبراهيم بوغال رئيس المجلس البلدي، كنت معنا بوشرطة، شكرا لك على كل التوضيحات اللي عطيتينا. شكرا.